تحياتي لكل الزوار وأعضاء القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. مفاجأة عن مصير رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في ظل الأوضاع اللي بتشهدها أثيوبيا على مدار الأيام اللي فاتت. والنقطة المهمة، هل وجود أبي أحمد في منصبه حاليا شرعي ولا لا؟ طبعا بحسب الدستور الأثيوبي والقانون الأثيوبي، وجود أبي أحمد في منصبه حاليا غير شرعي. ليه؟ لأن كان المفروض في انتخابات هتتم في شهر 8 اللي فات، واللي كانت خاصة بالبرلمان الأثيوبي، والحكومة أجلتها وقالت إن في انتشار فيروس كورونا، فمضطرين إن احنا نأجل الانتخابات كام شهر قدام، في نفس الوقت اللي تم إجراء الانتخابات في إقليم ديجراي، وده اللي خلق الأزمة الكبيرة جدا بين الحكومة الأثيوبية وبين إقليم ديجراي. وقالت ان الانتخابات اللي تمت في الاقليم انتخابات غير شرعية بالمرة وغير معترف بيها. في نفس الوقت طلع المسؤولين في اقليم تيجراي وقالوا ان الحكومة الحالية في اثيوبيا حكومة غير شرعية لان انتهت ولايتها من شهر 8 اللي فات، وده اللي كان مسبب احداث عنيفة جدا خلال الايام اللي فاتت. الحكومة الأثيوبية أخذت إجراءات شديدة جدا، منها إرسال قوات عسكرية لإقليم ديجراي عشان يتم السيطرة عليه ويتم خضوعه للحكومة الأثيوبية. في نفس الوقت كان في رد فعل قوي داخل إقليم ديجراي، وقالوا إحنا مش هنتنازل على الإقليم، والانتخابات بتاعتنا اللي تم إجراءها في شهر 8 دي انتخابات شرعية بالفعل، ومش هنخضع للحكومة الأثيوبية لأي سبب من الأسباب، حتى لو كان في الإقليم القوة اللي بتدافع أو القوة المسلحة حاليا هيبقوا كلهم شهداء. طبعا اللي قال هذا الكلام رئيس الإقليم، قال احنا هندافع على الإقليم بكل قوة حتى لو بقينا كلنا شهداء، ودي خطوة كانت عاملة قلق كبير في المجتمع الدولي وخاصة في المنطقة الأفريقية، وقالوا إن منطقة القرن الأفريقي هيبقى فيها أعمال عنف كبيرة جدا لو استمرت الحرب شغالة بين القوات الأثيوبية وإقليم ديجران، لأن العنصرين يعني القوة متماثلة، ده جيش أثيوبي مسلح ودي جماعة أثيوبية مسلحة تسليح عالي جدا. يعني بعد كده ان الحرب هتبقى شغالة في الاقليم لمدة طويلة جدا، يا ترى الحكومة الاثيوبية هتعرف تسيطر؟ ولو عرفت تسيطر هيسيطر بعد قد ايه؟ قد ايه من الوقت؟ احنا عارفين ان الحروب بهذا الشكل بتكون حروب طويلة الامد، ومن أكتر شيء ممكن يهز الدولة أو يقضي على الدولة هي الحروب الأهلية، واللي بيحصل في أثيوبيا دلوقتي حروب أهلية من الدرجة الأولى. أثيوبيا مش بتحارب طرف خارجي، ولكن محاربتها مع طرف داخل الدولة، والطرف اللي بتحاربه مسلح تسليح عالي جدا. كان في فيديو اتكلمت عنه وقلت بعض التفاصيل عن الاحداث اللي جاريه دلوقتي في اثيوبيا، وكان بعض التعليقات اللي بتعلق عليها الناس وتقول يا ترى اللي بيحصل دلوقتي مؤامره من اثيوبيا ولا مؤامره على اثيوبيا. طب ايه اللي خلاهم ان يعلقوا او يقولوا هذا الكلام؟ كلنا عارفين الحرب اللي دارت وكانت حرب طويله الامد بين اثيوبيا وبين اريتريا، ورغم ان الدولتين فقراء جدا في افريقيا، ولكن خاضوا حرب شديده جدا استمر سنين، وفي النهايه استقلت اريتريا في وجود ابي احمد، وده اللي خلاه او سبب حصوله على جائزه نوبل. قال ان هو ريح الاوضاع في اثيوبيا والدوله الاريتريه كده استقلت وبقت اقليم خاص بيها. في نفس الوقت مين اللي كان متحمس لاستقلال اريتريا عن اثيوبيا؟
بالتأكيد إقليم تيجراي. كان مشجع 100% على استقلال أريتريا، ومن أول ما تم الإعلان بالفعل عن الاستقلال طلعت الناس في إقليم تيجراي شايلة الأعلام الأثيوبية وأعلام أريتريا، وقالت إحنا بنرحب باستقلالها والوصول لحل نهائي لإنهاء الحرب اللي كانت شغالة تقريبا من 91، لو ما كنتش أنا بس ناسي التاريخ. من 91 تفضل النزاعات شغالة أو الحروب شغالة لحد 2018، دي فترة طويلة جدا. الإقليم ميال لأريتريا الله أعلم، لكن الأحداث اللي احنا بنشوفها دلوقتي أو الأعمال العسكرية اللي بتقوم بيها أثيوبيا، هل هي عايزة تخضع الإقليم ليها تاني؟ وهل هيتم السيطرة عليه في وضع القوات المسلحة الكتيرة جدا والمسلحة تسليح عالي؟ طبعا شيء صعب، وإلا هتبقى حروب طويلة الأمد. يعني نفس المشهد اللي احنا شفناه بين أثيوبيا وبين أريتريا ممكن هنشوفه بين الحكومة الأثيوبية وبين إقليم تيجراي، وده الشيء اللي احنا مش بنتمناه. احنا عايزين الاستقرار في دولة أثيوبيا، وان الحروب العرقية بترجعش مرة تانية. المهم بسبب الاحداث احنا قلنا اللي حصلت، وجود ابي احمد في منصبه غير شرعي. طب يا ترى اللي تم في اليومين اللي فاتوا يعتبر شرعي، اللي هو اقالة او الاطاحة بقائد الجيش والاطاحة بوزير الخارجية والاطاحة برئيس المخابرات طبعا، واللي اطاح بيهم أبي أحمد، وأسباب ما قالش، هو البيان طالع من مكتبه تم الإطاحة بالثلاثة، لكن ما ذكرش البيان سبب الإقالة. طبعا هم ما قالوش إطاحة ولكن قالوا إقالة، لكن المعنى مفهوم. ليه تم الإطاحة بالثلاثة في هذا التوقيت بالذات أو الأحداث اللي داخلة فيها أثيوبيا؟ هل ده وقت مناسب يتم إقالة رئيس المخابرات وقائد الجيش ووزير الخارجية؟ لا طبعا وقت مش مناسب، إلا لو كان في سبب تاني. ويمكن احنا قلناه في فيديو قبل كده، وقلنا ممكن يكون في خطة للانقلاب على أبي أحمد، وده كان واضح من فترة طويلة جدا. الجيش على فكرة غير متفق مع أبي أحمد عشان نكون واضحين، والخبر ده كان نازل على السوشيال ميديا من اسبوع او من اسبوعين تقريبا، قالوا في انقسام في الجيش على رئيس الوزراء الاثيوبي، وكان في خبر منشور بس الخبر ده الصراحه انا مش متاكد منه وما اتكلمتش عنه بالتفصيل، لان ما احبش اتكلم عن اي معلومه في فيديو غير لما اكون متاكد منها 100%. كان في خبر منشور وقال بالنص ان حاليا الجيش بيترقب هروب ابي احمد. طبعا انا الموضوع ده ما صدقتهوش، لان مفيش ملامح او مفيش اخبار اكيده بيتم نشرها على السوشيال ميديا بتكشف ان هروب ان ابي احمد بيجهز للهروب. طب هيجهز للهروب ليه؟ فانا ما اهتمتش بالخبر وما رضيتش اعمل عنه فيديو. لكن في انقسام في الجيش، في انقسام، وده يمكن اللي خلاه ان هو اطاح بتلاتة من اهم تلاتة في الحكومة الاثيوبية، رئيس المخابرات وقائد الجيش ووزير الخارجية. ليه تم الاطاحة بيهم مرة واحدة وفي هذا التوقيت؟ طبعا احنا متابعين الشأن الاثيوبي وان شاء الله هنعرف السبب الاكيد، مع ان في اعتقادي ان الحكومة الاثيوبية مش هتطلع بيان وتكشف عن اسباب الاقالة للتلاتة. عشان كده احنا وضحنا الامور وقلنا دي اطاحة بيهم، اتخلص منهم من الاخر، يعني هو اتخلص منهم. هل ما كانوش راضيين على الوضع او الاحداث اللي بتتم في اقليم تيجراي؟ ممكن. هل ممكن ما كانوش راضيين على وضع الحكومة الاثيوبية او
ابي احمد في مفاوضات سد النهضه ممكن، يعني ده جايز وده جايز، والايام اللي جايه طبعا هتكشف الكتير. طبعا بسبب الاحداث اللي قلنا تمت في اثيوبيا، قالت الدكتور امان الطويل، ودي خبيره في الشؤون الافريقيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه، ان مستقبل رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد يعتبر على المحك، خاصه بعد الاحداث الداخليه اللي حدثت في اثيوبيا ووصولها لحرب اهليه. وقالت في نفس البيان الخاص بيها ان ابي احمد مش هيستمر طويل في منصبه، يعني بكره بعد وبعد اسبوع بعد اتنين بالكتير هيسيب منصبه، لانه يعتبر زي ما قلنا غير شرعي، يعني ولايته انتهت بحسب الدستور الاثيوبي. طيب موجود دلوقتي ليه؟ والله بيقول لك احنا منتظرين ان احنا نعمل انتخابات، يبقى حلينا على الانتخابات اللي هتتعمل. احنا كده خلصنا من موضوع ابي احمد وشرعيته، ان هو مش شرعي والكلام ده كله. يا ترى ايه اخر مستجدات في ملف سد النهضه؟ ما دي نقطه مهمه، زي ما اتكلمنا في موضوع ابي احمد لازم نتكلم في موضوع سد النهضه، ولا ايه؟ مش معقول نعدي خبر على ابي احمد غير لما نرجع لموضوع سد النهضه. طبعا خلال الساعات اللي فاتت كان في تطورات كبيره جدا في موضوع سد النهضه، خصوصا بعد تولي المرشح الامريكي جو بايدن في انتخابات الولايات المتحده الامريكيه واللي فاز فيها بالتاكيد، واللي كانت اثيوبيا حاطه امل كبير عليه لو نجح هيتم دعمها او دعم مفاوضات سد النهضه. واحنا قلنا قبل كده بايدن مش هيقف او يدعم اثيوبيا ضد مصر وضد السودان، مستحيله. اي اداره امريكيه بتيجي لازم تتعامل مع الدول المستقره في المنطقه. مصر دوله مستقره، يتعامل معاها. في الوضع الحالي اثيوبيا دولة مستقرة؟ لا. بعد الحروب الأخيرة واللي هي دايرة بين الحكومة وبين إقليم ديرجراي، يعتبر فيها حروب داخلية، فدولة مش مستقرة. إزاي الحكومة الأمريكية الجديدة هتتعامل معاها أو هتدعمها؟ مستحيل. في نفس الوقت تم تجديد موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة، وده اللي احنا شفناه خلال الساعات اللي فاتت. جدد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك تمسك بلاده، تمسك السودان اسف، بالتوصل الى اتفاق مرضي وملزم للدول الثلاثه سواء مصر والسودان واثيوبيا تحت مظله الاتحاد الافريقي، بصفه ان هو داخل الوسيط الاخير في مفاوضات سد النهضه. يعني لغايه دلوقتي الحكومه السودانيه متمسكه برايها، لازم قانون ملزم لاثيوبيا او قانون يكتف اثيوبيا، ما تبقاش هي المسيطر الوحيد على موضوع سد النهضه. بالنسبه لتشغيله، بالنسبه لمراحل الملء والكلام ده كله، لازم تشارك الدول اللي موقعه الاتفاقيه معاهم واللي هي مصر والسودان. في نفس الوقت اكدت الحكومه السودانيه على ضروره التوصل لاتفاق مرضي لضمان سلامه تشغيل سد الروسيرس اللي بيبعد مسافة قصيرة جدا من سد النهضة، وأكدت إنها ستعمل على دعم الموقف، موقف التفاوض السوداني للوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. طبعا ناس كتير هتقول لي طب ما هو سد النهضة اتملى. لا، سد النهضة اتملى في المرحلة الأولى، لسه في مرحلة تانية وفي مرحلة تانية وفي مرحلة تالتة، فموضوع سد النهضة بالنسبة لنا احنا ما انتهاش. طب يا ترى الحل هيكون فين؟ طبعا بالتأكيد هيكون في القاهرة، وده اللي قاله السفير محمد كمال عمر وزير الخارجية الأسبق، وقال ان مصر تعاملت بكل مرونة مع أزمة سد النهضة الأثيوبي، والحل سيكون في القاهرة.
مش هتكون في اي مكان تاني، لا تقول لي في السودان ولا في اثيوبيا. الحل الامثل لمفاوضات سد النهضه هتكون في القاهره. نرجع بقى للنقطه المهمه واللي هنختم بيها التقرير، سد النهضه وتعميق العلاقه المصريه الامريكيه. ناس كتير كانت الصراحه خايفه من المرشح الجديد بايدن، لان ليه وجهات نظر يمكن مختلفه 100% عن ترامب وادارته، ولكن احنا قلنا في فيديو قبل كده اي انتخابات بتتم في الولايات المتحده الامريكيه بيكون هدفها الوحيد هو توسيع العلاقات او الحفاظ على العلاقات مع الدول المستقره خصوصا في الشرق الاوسط. واحنا قلنا الهدف الاساسي اللي هيكون شاغل بال بايدن الايام اللي جايه او بعد ما يوصل للبيت الابيض، زي الملف النووي الايراني، وبالتاكيد هيتم احتوائه، وعايز يرجع ايران للمفاوضات مره ثانيه. وكل اداره امريكيه بتيجي على فكره بتعمل نفس الخطوه، ولكن كل اداره بتيجي عايزه تعمل انجاز قدام الشعب الامريكي، احنا قدامنا الملف ده ونهينا عليه. ملف الايراني ملف طويل الامد من سنين طويله جدا، ومفيش اداره امريكيه عرفت تحله. بايدن بيعمل ان هو يرجع ايران للمفاوضات مره ثانيه ويوصل لحل نهائي في الملف النووي. دي نقطه. النقطه الثانيه هيعمل على توسيع الاتفاقيات واللي خاصه بالسلام بين اسرائيل وبين الدول العربيه. هيحاول يوسع، خصوصا ان احنا شفنا بوادر خلال الفتره اللي فاتت زي تطبيع العلاقات بين الامارات وبين اسرائيل، وبعدها او خلال من اسبوعين كان في تطبيع سوداني اسرائيلي، وده اللي كان بيباركه الرئيس ترامب في اخر ايامه في الولايه، وان هو رحب بهذا التطبيع وقال ان خلال الايام اللي جايه او الفتره اللي جايه هيكون في تطبيع من بعض الدول العربيه مع دوله اسرائيل. هل بايدن هيعمل على نفس الملف؟ بالتاكيد. النقطة الثالثة، هيوسع علاقاته مع دول الشرق الأوسط. يعني مش زي ما كانت متخيلة أثيوبيا إن هو هيدعمها وهيقف معاها ضد مصر وضد السودان. الموضوع ده إنساه. مش هدعم أثيوبيا، خصوصا إن أثيوبيا دلوقتي غير دولة غير مستقرة. يا ترى هيدعم مصر والسودان؟ بالتأكيد. الموقف السوداني واحد. واضح جدا. وده كان بينه او وضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمه اللي قالها في الامم المتحده. قال كلمه ناريه جدا، قال احنا مش ضد اثيوبيا والتنميه الخاصه بيها. على فكره كل مره او كل مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول هذا الكلام، احنا مش ضد اثيوبيا او تنميه مواردها او طلوعها من حاله الفقر اللي هي فيها، ده شعب من حقه ان هو ينمي الموارد الخاصه به. لكن في نفس الوقت، ودي الكلمه اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الامم المتحده، مش على حساب الشعب المصري. الميه تعتبر حياه او موت للشعب المصري، ومستحيل التفريط فيها. والكلمه دي وصلت لكل دول العالم، وامريكا مستوعبه الكلمه اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. المياه تعتبر حياة أو موت لأي شعب، فهل ممكن مصر تتنازل؟ لا، صعب. أنا مش ضد أثيوبيا وبحترمها، ولكن مش على مصلحة شعبي. الكلمة اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلمة واضحة جدا. المهم مش هطول عليكم، الرئيس الجديد بايدن لازم يدعم أو يخلص من موضوع سد النهضة بأي طريقة، ولصالح الدول التلاتة على فكرة، مش هيجي في طرف ضد الطرف الثاني. وده الملف التالي اللي هيشغل الإدارة الأمريكية الجديدة. يعني الموضوع ما انتهاش برحيل ترامب، وبعض الناس بتقول ده هو ترامب قال إن ممكن مصر تفجر سد النهضة وخلاص، دي إدارة هو راح وإدارته راحت. الإدارة الجديدة هتكمل نفس النمط بتاع ترامب، وده اللي احنا عارفينه ومتأكدين منه. أي إدارة جديدة لازم تكمل
او تمشي على نفس النمط الاداره القديمه، حتى لو كان في بعض الاختلاف، ولكن الاداره الامريكيه بتبقى واضحه. انا اسف اللي طال عليكم، ولكن دي يمكن نقطه الفيديو اللي كنت بتكلم الاساسيه عليها، هي مصير ابي احمد، هل وجوده حاليا في منصبه شرعي ولا لا؟ وقلنا بحسب الدستور غير شرعي. اسيبكم دلوقتي في رعايه الله، وانتظرونا في فيديو اخر.